بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بقى بدأنا في الار ان ايه الهيليكال الانفلوب السبايكي السفيريكال مش كده؟ انا في الاخر هرمي لكم الحاجات دي على فكره عشان ما تبقوا سريعين. قلنا ايه بقى؟ قلنا بدأنا في الميكسو اول حاجه لو انتم فاكرين، واخدنا الاورثو واخدنا البارا صح؟ واخدنا من البارا واحد اثنين ثلاثة أربعة، حد فاكرهم؟ بارا فيروس، قلنا بارا انفلونزا، وأهم حاجة فيها إنها بتعمل لي أبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن في الإنفنت ولانج تشيلدرن، لكن ممكن تبقى كومبليكيتد باي كروب مش جروب، كروب. وده سؤال تقليدي تكمل أو بتاع الكروب، لأن ده بيقابلكم في وأنتوا في عيادات الأطفال، بيديني إيه؟ أكيوت لاريجيو تراكيو برونكايتس أو كروب، اختناق ممكن يموت. قلنا بعد كده في المامس والميزو والريسبيراتوري سينسيتيا فيروس واتكلمنا عنه، صح؟ قلنا الميزلز المامس والميزلز مش كده؟ وده المامس، وكان في حاجة الإم إم آر. في بقى موضوع تاني بقى اسمه الروبيلا بقى. روبيلا اللي هي مش من العيلة دي خالص، ده من عيلة اسمها ايه بقى؟ ها؟ من عيلة التوجة. لو انتوا فاكرين التقسيمة بتاعتنا هقولها تاني، RNA رحت مقسمها الى مجموعتين مش كده؟ بوزيتيف ونيجاتيف، والبوزيتيف رحت مقسمها الى مجموعتين نيكد وامبلو، وده قلت البي سي ار، وده قلت التي سي ار، ورحت حاطط هنا الاف مش كده؟ من مجموعه التوجه قلت في مجموعه اللي بتتنقل عن طريق الاربو يعني ارثروبود بور، قلت منها مجموعه اسمها من مجموعه التوجه اسمها روبي مش روبي الرقاصه، في رقاصه اسمها روبي مصريه عارفينها؟ هل يخفى عليكم القمر يعني؟ اسمها روبي. مين يا مولانا؟ لا ما لازم تعرف الحاجات دي كلها. كان الصحابه كل واحد يسال، معرفش ده تعرف يا سلطان ولا ما تعرفش الحديث ده؟ تعرف يعذب ولا ما تعرفوش؟ والله انا بستغرب عليك. كان كل واحد يسال عن الخير، ايه الطريق اللي يوصلني للجنه؟ ايه الطريق اللي صح؟ يسال عليه الصلاه والسلام. الا كان في صحابي جليل، انا مش فاكر اسمه دلوقتي لكن هفتكر اسمه، كان يسال دايما على ايه اللي يوقع الانسان في المعصيه ويوصله الى النار. فكان يقول لك جميع الصحابه يسالوا وما عدا ده. فسالوا لي كده، قال لهم لا اقع في المعصيه. فهو زي ما تقول ايه، وده السؤال ده اجمل ليه؟ يعني كانه حصر كل الخير، هو عارف كل الخير. ها؟ وابتدى يسال عن ايه؟ المعصيه، يعني هو بيتعاشى المعصيه. الباقي بقى ما تعرفش بقى في خير وفي شر، لكن هو استبعد كل الايه؟ الخير كله هو هيعمله. ناقص بقى ايه بقى؟ الشر ده بقى لازم تاخد ايه؟ قليل من التحصين، والا مش هتنفع. الفاكسين ده عباره عن ايه؟ اللي احنا بناخده. داويني بالتي كانت هي الداء. ما انا بديك الفيروس او بديك البكتيريا، يا اما صحه بس مضاعفه ضعيفه يعني، يا اما كلت، يا اما جزء منها، يا اما النيوكليك اسيد اللي هو الانتيجينيك، مش هو ده ملخصها كده؟ فلازم ايه؟ والعباد لو لم يذنبوا ايه يا مولانا؟ لاتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون ويتوبون فيتوب لهم. يعني إله رحمن رحيم، يعني ايه؟ يعني بديك حته برضه للسكه دي، بس المهم ايه؟ ترجع. يبقى عندي بقى دي روبي دي جاي منها بقى كلمه الروبيلا. الروبيلا دي تنتقل عن طريق الارثروبود الموسكيتو، انا قلتها قبل كده، تنتقل ولا ما تنتقلش؟ قلنا كل التوجا فيروس تنتقل عن طريق ايه؟
الارض يعني ارثروبود بور الموسكيتو او التكس او الفلايز، مش قلنا الكلام ده؟ ما عدا ايه بقى؟ الروبي. وفي الفليفي كلهم ينتقوا برضو عن طريق الايه؟ الموسكيتو، ما عدا الهيباتيتس سي والهيباتيتس جي. لو انتوا فاكرين، انتوا فاكرين الكلمتين دول انا قلتهم، اللي حضر هتلاقيه مكتوب عندك في الورقه، مفهوم يا شباب؟ يبقى ناقص لي الروبيلا، الحقيقه بتاعتها من مجموعه الروبي، لو من مجموعه الروبي اللي هي من مجموعه اللي هي صف فاميلي اوف توجا، الا انها لا تنتقل. يبقى دي بقى تعتبر بقى ايه بقى؟ بوزيتيف ستراند ولا سنجل ستراند؟ سنجل ستراند. لا بوزيتيف ولا نيجاتيف قصدي؟ نيجاتيف. لا بوزيتيف. بص يا ابني احنا مقسمينها اهي اهي بوزيتيف، لكن التانيين بتاعت الميزلز. يبقى انا عندي دلوقتي فقرتين، في حاجه اسمها ميزلز، ده من مجموعه ايه الميزلز؟ البارا ميكسو، مش كده؟ وفي مجموعه اسمها جيرمان ميزلز، دي من مجموعه الايه؟ التوجا، اللي هي لا تنتقل بالايه؟ المجموعه اللي هي مجموعه الروبي، اللي هي الصف فاميلي بتاعتها الروبي، مفهوم؟ يبقى في فرق بين الاثنين. دي ساعات يسموها بقى روبيولا، روبيولا، دي يسموها روبيلا، دي لا تلاقيها بقى ايه؟ بوزيتيف ستراند، لكن دي تلاقيها ايه؟ نيجاتيف. دي من مجموعه البارا، بارا ايه؟ ميكسو. ودي من مجموعه الايه؟ الروبي، مختلفه اللي هي توجا، صح ولا لا؟ الديزيز في الاثنين اكواير باي ريسبيراتوري روت، يبقى الديزيز في الاثنين اكواير باي ريسبيراتوري روت. يديني ايه الديزيز؟ لو انتوا فاكرين انا قلت ممكن يدي لوكال وسيستميك، وبعد كده يدي ايه؟ ديستمينيتد، او هنا قلت ممكن يدي بيرزيستنت، ودي الحته دي ما ذكرتهاش المره اللي فاتت، بيرزيستنت. تبص تلاقي الطفل اللي جاله حصبه، يسموها الحصبه وليست الحصبه الالمانيه، الحصبه وليست الالمانيه. الطفل اللي جاله حصبه وخصوصا في البلاد الفقيره بيبقى فيه مال نيوتريشن، ده ممكن يجي له كومبليكيشن اوتيتس ميديا، يجي له ريسبيرتوري تراكت انفكشن، وبيموتوا من نمونيا. أو لا الاطفال 2 مليون طفل بيموتوا سنويا من الايه؟ من عمليه في البلاد اللي هم ايه؟ البلاد الفقيره. مفهوم يا شباب؟ مع انه المفروض المرض ده ليه تحصين وبناخد التحصين، لكن نتيجه بقى ايه؟ النمونيا اللي بتجيله. فبص تلاقي بيديني ايه بعد كده؟ ممكن يجي لي بعد كذا سنه يجي لي عنده حاجه اسمها سب اكيوت سكليروزنج بان انكفالايتس. الطفل يجي له بعد بقى 10 15 20 سنه تبان عليه اعراض ايه بقى؟ الشيخوخه، بيسموه سلو فايرال ديزيز. تبان على الطفل اعراض الشيخوخه، هنتكلم عنها في اخر المحاضره. تبقى تلاقي بقى شاب سنه 20 او 22 سنه وتبان عليه اعراض الشيخوخه ويعجز من سب اكيوت سكليروزنج بان انكفالايتس. يبقى في مرضين لو انتم فاكرين اخذناهم، واحد اسمه بروجريسيف مالتي فوكال ليوكو انكفالوباتي، لو فاكرينه قلت انا، حد فاكره؟ مجموعه الدي ان ايه، مجموعه ايه؟ البابلوما فايروس، البابوفا اللي هي البوليوما، افتكرتوها ولا لسه؟ مش احنا خدنا في مجموعه الدي ان ايه حاجه اسمها بابوفا وقسمناها البابلوما بوليوما فاكيوليتنج، مش قلناها كده؟ قلنا في حاجه اسمها البي كي فيروس وجي سي فيروس، ها؟ مش قلنا في مش قلنا حاجه كده؟ ساعات يحصل ري اكتيفيشن بقى للفيروس ويدينا حاجه اسمها ايه بقى؟ بروجريسيف مالتي فوكال ليوكو انكفالوباتي، انا قلتها الكلمات في البرين، بروجريسيف مالتي فوكال ليوكو انكفالوباتي. هنا الروبيلا ده ممكن اللي ينجو منها يجي له بعد كده نسبه من دي سب اكيوت سكليروزنج بان انكفالايتس. هنا هو الانفكشن ده اسمه بيرزيستنت بقى او ري اكتيفيشن، ده هنا بقى يبقى يديني لوكال انفكشن وسيستميك انفكشن وتيراتوجينيك انفكشن. تيراتوجينيك يعني ايه؟ تيراتوجينيك اول مره تسمع عن كده ايه؟ ولا انا قلتها قبل كده؟
تيراتوجينيك. في حاجه اسمها تيراتوجينيك، يعني الفيروس يقدر ينتقل عن طريق البلاسينتا، واثناء عمليه التيراتوجينيسيس الجينيسيس اوف ذا فيتس يدخل وبقى يوقف عمليه النمو او يعمل ديسفانكشن او ليجن في عمليه النمو. تبص تلاقي الطفل اتولد وعنده مال كونجينيتال او مال فورميشن مايكروكيفالي صغائر فالتوترولوجي كاردياك ليجن، خصوصا بيجيله بيتا داكتس، بيتا داكتس جماعه دول هيباتوميجال سبلينوميجال بلاد ديزيز، يجيله هنا في الاي، يجيله كاتاركت عاده بالاطفال دول اللي هم بتوع الايروبيلا، يجيله كاتاركت فيجيله عمى، يجيله ديفنس. كل دي امراض ممكن تتخذ اسمها ايه تيراتوجينيز. يبقى انت عرفت الكلمه دي اللي هو انفكشن. يبقى في خد ثلاث كلمات بقى، في اونكوجينيسيس، اونكو جينيسيس اللي هو يعمل ايه بقى تيومر، وفي تيراتوجينيسيس اللي يعمل مال فورميشن مش كده، وفي حاجه اسمها اياتروجينيك ده الدكتور نفسه اللي يعملها الاياتروجينيك، الدكتور نفسه وهو بيشتغل يا اما يلخبط الدنيا يروح عامل لك جاي يشيل الزايده يروح قاطع حته من السيكم ولا قاطع حته من جاي يعمل اي حاجه، او عن طريق الانسترومنت وهو بيستعمل انسترومنت ومش معقمه كويس المرض من واحد لواحد. دي اسمها ايه ده؟ امراض تنقل عن طريق بقى ايه الاطباء نفسهم، اسمها ايه بقى اياتروجينيك. يبقى عندك ثلاثه تيرمز بعرفهم، اونكوجينيسيس وتيراتوجينيسيس اللي هي المال فورميشن والاياتروجينيك. يبقى ممكن يعمل لي تيراتوجينيك هذا تيراتوجينيك تبان لك في صوره ايه كونجينيتال انوماليز، تبان لك كونجينيتال يحصل ديزيزس كل ما تتصوره من كل الابنورماليز. مفهوم يا شباب؟ ايه الفرق بين ده وده؟ المامس ده خطير جدا لان اكيوت انفكشوس هايلي انفكشوس وممكن يدي كومبليكيشن بس ببقى شايفه. ده بيبقى فيري مايلد ديزيز، وده العيب بتاعه، العيب بتاعه ان هو فيري مايلد، لان لو جه للست وهي حامل هيعدي الحمل وهي ما تكتشفش انها عندها ايه جيرمان ميزز، اذا ما كانتش محصنه ما تكتشفش، لان بيجي لها شويه ايه زي برد كده انفلونزا لايك مانيفستيشن، ما تهتمش بيهم وتكمل الحمل ويبقى فيه ايه يبقى فيه مشكله، صح ولا لا؟ لكن الميزلز بيديك ايه بيبقى سيفير. الميزل دايما يجي للاطفال، الجيرمان ميزل يجي للاطفال ويجي للكبار، خد بالك بقى من الحته، يجي للاطفال ويجي لايه مش بيدياتر ديزيز، لا يجي للاثنين. يبقى هنا المشكله بتاعته انه ممكن يبقى فيري مايلد لدرجه انهم ساعات يشخصوه على اساس انه كومون كولد او انفلونزا لايك وتنتهي على كده. مفهوم؟ اي ست حامل جالها سور ثروت وجالها شويه فيفر ومعها شويه مانيفستيشن ممكن يبقى يجي سكن راشز بس خفيف، اديني شويه مانيفستيشن خفاف اخدها بخطوره، ما دام حامل يبقى اخدها بايه؟ بخطوره، مش عشان خاطرها هي، عشان خاطر الايه؟ الجنين. الفرق بينهم في التشخيص حتى في الاطفال او الكبار ان انا افتح بق الطفل لو لقيت موجود حاجه اسمها كومبلكس سبوت اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت، الاربعه سي والاف والبي والكي والار، شفتهم ولا لا؟ ها؟ لو فتحت ولقيت بقى في ليجن في ألسريشن في الماوس خصوصا عند المولر توث في الجامز اعرف انه ده اسمه كومبلكس سبوت، يبقى ده على طول ده ايه؟ يبقى ايه ده؟ ميزز. ويبقى باين بقى المانيفستيشن واضحه والسكن راش. لو فتحت بق الطفل ولقيت ده مش بقى الطفل، لا احسس على اوكسيبيتال ليمف نود، يبقى امسك الطفل من قفاه، عارف من قفاه من النيل، وبص ريجولر واحسس على الحتت دي الاقي ايه بقى ايه؟ الاقي ايه؟ اللاجمنت ليمفادينايتس، على طول اخد ده في الحسبان. ممكن لو قضلت يبقى معاها ايه كمان؟ بولي ارثرايتس، يبقى اسوشيتد وبولي ارثرايتس، لو شديد شويه يدراش. في الادلت والحاجات دي ما تهمنيش،
لكن انا يهمني بقى ده بيسموه ايه روبيلا روبيلا في الاضل وما فيش مشكله. لو جوه في الاميونو كومبرومايز يبقى بالفليرنج اب واضحه فيه كل المانيفيستاشن سواء دي او دي ما تهمنيش. انا يهمني بقى في الفيميل والبريجنانت فيميل في الفيميل والبريجنانت فيميل. وفي الحاله دي لو حصل الانفكشن في الفيرست تريمستر يبقى هنا الخطوره شديده جدا. ممكن دي ربنا يبقى رحمه اذا حصل ايه ستيل بيرث. ستيل بيرث يعني ايه مات او حصل ايه ابورشن مفهوم. لكن في السكند والثيرد هتكون بقى عمليه الايه الديفرنشيشن اوف سيلز ابتدت تعمل فيبتدي يعمل ايه انوماليز الابنورماليتيز اللي انا ايه قلت لك عليها. يبقى هنا التشخيص انديكيتد. التشخيص هنا بقى ايه انديكيت. اشخص ازاي؟ اول حاجه الكلينيكال دي دي دي, دي, دي تلخبطني ما عدا قلت لك الحاجه اللي بقول لك عليها الاوكسيبيتال والخلاف. لكن باخد عينه اخد عينه من الايه ممكن اخد عينه من البلد اشوف اشوف الفيروس اشوف الانتيجين بتاعه مفهوم بالتيست اللي انا قلت عليها. ممكن لو هي حامل اخد من الامنيوتيك فلويد نفسه ادخل ابره واخد من الامنيوتيك فلويد بشوف الفيروس او الانتيجين بتاعه او الار ان ايه حقه مفهوم يا شباب. طيب ممكن تعدي عمليه الولاده وينزل للولد ابارنتلي نورمال يا اما ابارنتلي نورمال يا اما في كونجنتال ديفكت. طب اشخصه ازاي؟ اخد عينه من الاي جي من السيرم الاقي اي جي اي جي ايه لا ام يبقى ده معناه ايه معنى وجود الاي جي ام معناه ايه انه حصل انترا يوتراين انفكشن اثناء البريجننسي لان انتوا عارفين الاي جي ام ما بيعديش البلاسينتا ويدخل للطفل ده مولكيول كبير. يبقى ده مين اللي مصنعه بقى الطفل. المشكله كمان ان الطفل ده اما يتولد حتى لو نورمال بيقعد يطلع الفيروس من السكريشن من اليورين ومن الايه من اليورين ومن السلايفا فممكن يعدي مين بقى يعدي ام ويقعد سنتين على الوضع ده. ممكن ما ياخد ما حدش ياخد باله ان هو عنده انوماليز وفي نفس الوقت بيطلع السكريشن اوف ذا فيروس وامه والاخرين يتعدوا منه. حتى واحده ست جايه تزور ولا بتاع يعني ممكن تزور امه ولا حاجه ممكن ايه تاخد العدوى. عشان كده ده لازم يتعمل له ايه فاكسين. فعملوا فاكسين ليفنج اتنويتد فاكسين اللي بنحطه تحت كلمه ام ام ار. يبقى الام الاولانيه قلنا عليها الميزنز والام الثانيه الام الاولانيه المامس والميزنز والروبيلا. حتى حطينا له ار ما قلناش ايه ما قلناش عن حقناه وما سميناهوش جنرال ميزل. ساعات بيسموه 3 دايز ميزل لانه بيبقى فيري مايل. المشكله قلت لك في عمليه الايه التيراتو جينيسيس مفهوم يا شباب. بندي ليفنج اكتنويتد بابسي كفايه عليا فين كفايه عليا في الروبيلا. النهارده الموضوع الجديد بتاعنا ان شاء الله مجموعة الرابدو مجموعة الميكس مش كده؟ بعدها في الرابدو. بعد الرابدو قلنا في ايه؟ البونيا اللي بتدي هيموراجيك فيفر وشوية بتدي روبي مش كده؟ وفي جزء منها بيدي ارض. في بقى بعد مجموعة البونيا في الفايلو. دول كلهم كلمتين بس كلهم بيدوا حاجة اسمها هيموراجيك فيفر هقولهم في المعمل مالهمش قيمة وبيستعملهم از ايه؟ بيولوجيكال وورفير او بيولوجيكال ويبر. وفي بعد كده الارينا. النهارده هنتكلم عن الرابدو ده كلمتين ونخلص. الرابدو يتميز انه نيجاتيف ار ان اي وينطبق عليه كل الصفات بتاعت النيجاتيف الا انه ليه يونيك فيتشر. له سفيريكال هو هيليكال صحيح لكن في صوره بولت شيب شكل الرصاصه. وادي الار ان اي بتاعته هيليكال وامبلوم احنا قلنا كلهم امبلوم وكلهم سفيريكال وهيليكال وسبايك وطالع منه السبايك هذا الامبلوم. يبقى ايثر برضه سنسيتيف وفي لايك بروتين سبايك الا انه يختلف عنهم يا عميان الا انه يختلف عنهم انه ايه بوليت شين. يبقى يتميز انه ايه بوليت شين. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ده كان انفكت كل انواع الخلايا الحيه من اول البلانت لغايه الايه الهيومن بين. يبقى ممكن يبدا بالبلانت
وممكن الانيمال البيرز وممكن الانيمالز الانيمال سواء كانت وايلد او دوميستيك دوميستيك او وايلد وممكن في الاخر الهيومن. يبقى في وايد رينج او السبيكترم بتاعه واسع. يهمني في مجموعه الرابدو فيروس واحد اسمه الريبس. ريبس اللي هو مرض الكلب. لو سمعتوا عنه مرض ايه بقى؟ الكلب. وده ممكن يكون موجود هنا في السعوديه لان في عندنا دوميستيك انيمال كثيره. في الشيب والجوتس والكاتلز والهورسز والكاملز، مش كده؟ بيكون موجود على الحاجات دي كلها. قصه المرض دي تبدا بانه موجود اصلا في الباس اصلا. وفي صوره بديها لكم، معاكم الصوره دي؟ في ايوه اهي، وريها لكم، وريها معاكم الصوره دي. موجود في الباس. الباس اللي هو ايه؟ الوطويط اسمها بنسموها الخفاش. الخفاش حتى كانوا يقولوا ايه الافلام بتاع داركولا اصلا محاه مستوحاه من البات الفامباير بات فامباير اللي هو مصاص الدماء. ودي لا توجد الا في الكهوف والاماكن الخارجه. وهو مستوحى القصه دي منين؟ لان دايما الخفافيش تلاقيها نايمه طول النهار لانها بتخاف من الشمس وتبتدي تطلع بالليل. واستوحى ان هو العبايه بتاعت داركولا ده مصاص الدماء من الانفلوب ده، من الانفلوب بتاع الفيروس. والسبايكس دي هي تمثل الايه؟ الكناين توث اللي هي بيمص منها ايه؟ الدم. ده المؤلف اصلا في الاصل. الفامباير ده بيبقى موجود فيها الفيروس وما يبانش عليه مانيفستيشن. ما يبانش عليه ايه؟ ما يبانش على الفامباير بات مانيفستيشن. يجي البات يطلع بالليل بقى، يظهر بالظلام، يروح لمين؟ للوايلد انيمال. وايلد انيمال اللي هم مين؟ الفوكسز مثلا او الولفز. والفوكسز دي كلها وايلد انيمال. يروح واخد الوجبه بتاعته، وهو واخد الوجبه يروح حقن الايه؟ الفيروس في الصلايبه بتاعت الايه؟ البايت. ده بدوره ممكن بقى ينتقل للدوميستيك، لان عاده اللي بيحمي قطيع الاغنام ده بقى عايز بالليل، عايز يطلع بقى ياكل الذئاب بقى، عايز ياكل الاغنام. مين اللي بيحميها اصلا؟ الكلاب. فهو يتهجم يا اما على الكلاب يا اما على القطيع نفسه، فينتقل المرض للايه؟ للقطيع. ايه؟ للدوميستيك انيمال، سواء كانت دوجز او كاتس او شيبس او كاتلز او كاملز. كل الحاجات دي ممكن تنتقل، ينتقل عن طريق برضه ايه؟ البايت. يبقى فيه اخذ الوجب بتاعته وراح حقن الايه؟ من خلال الصلايبة حقن الايه؟ الفيروس. الفيروس يعمل ايه بقى في الحتة دي؟ ياخد فترة بسيطة حوالي 5-6 ايام يبقى فيه بايت بقى. يبقى فيه بايت جالي سواء من الدوميستيك العادي اللي هو بيحصل في المدن بتاعنا او في الحتت الريفية الرورال، او الجماعه الصيادين الهانتر ياخدوه مباشره من الوايلد، او الجماعه في ناس بتروح الكهوف مثلا وياخدوا على طول من الايه؟ من الباتس. بس في الباتس انه ياخدوا يا اما عن طريق البايت يا اما عن طريق الريسبيريشن. يجي بقى في البايت ويحصل له انكوبيشن بيريو. العضه دايما بتيجي في البني ادم في الاطراف. يعني انت ماشي الحمد لله المملكه ما فيهاش هنا، ولذلك الرسمه هنا هتلاقيها في الاطراف، يا اما تحت في الرجل يا اما في الايد، اقرب حاجه الايد او اللي تحت في الفوق. حصل انيكوليشن للفيروس، ما بيعملش فيريميا، ما بيسرحش في الدم، يروح البرين. وعايز حته في البرين اسمها الهيبوكامبس، هيبوكامبس تحت حته معينه في البرين، فيروح طالع على السيربل. يركب على النيرفز، ده اسمه ايه بقى؟ افرنت. مش اسمه افرنت برضه؟ لغايه ما يوصل للبرين. والرسمه هنا توضح، ادي في بايت وادي هنا ادي هنا البرين وادي هنا برين ستيم وادي النيرز وادي هنا السكين مغطي بالعضله، سكين مغطي العضله، وادي هنا دخل الفيروس انترنيورال
الكلمات المعينه اللي هي disseminated. يبقى bite inoculation of the virus with the saliva from the domestic mostly or from wild animals او ياخدوا مباشره او زمان كان في الطب بيعملوا حاجه اسمها كورنيال ترانسبلانتيشن لان هتيجي في الديسيمينيشن مجال الديسيمينيشن هتيجي في الديسيمينيشن بعد كده هتلاقي الفيروس يتكاثر مش في البلاد قلت لك ما بيبقاش في البلاد يركب على النيرف ويفضل ماشي لغايه ما يوصل للبرين اما يجي يوصل للبرين هتختلف بقى الانكوبيشن بيريود ولذلك ده الفيروس ده من انواع الفيروس اللي ممكن ندي حاجه اسمها بوست اكسبوجر اميونيتي كل الامراض بندي الفاكسين قبل حدوث المرض صح ولا لا مش كده في مرضين ممكن ندوهم بعد حدوث المرض ليه يا اخويا ليه في مرضين او ثلاثه بندي قبل حدوث بعد حدوث المرض بنستغل الانكوبيشن بيريود اما تكون الانكوبيشن بيريود طويل نستغلها فتبص الانكوبيشن بيريود تتميز بتاعه الريبس انها فاريبل وبرولونج وكلمه فاريبل ليه هقول افسرها دلوقتي هتبقى طويله ليه لان لو اتعض من تحت وجدوا ان الفيروس ده كل يوم ممكن ينتقل مليمتر ينتقل ايه بقى يمشي مليمتر على النيورز يطلع مليمتر فذا لونجست ذا ديستانت اوف بايت تدي بقى ذا لونجست ذا دوريشن اوف انكوبيشن بيريود لانه عايز يوصل للمخ طب لو اتعض هنا اكثر طب لو اتعض هنا مباشره يبقى هنا اهو دي تعتمد على الديستانت اوف بايت ادي حاجه وتعتمد على اللاسيريشن والديب اوف بايت كل ما تكون لاسيريشن اكتر والديب يعني مقطع خالص تبقى تدي ايه والاماونت اوف سلايفا انكيوليتد اما تكون كميه واذا كان في دريسنج بين العضه وبين الايه السكن اذا كنت لابس جوانتي ولا لابس شراب ولا لابس بنطلون هيبقى ايه بقى شويه سلايفا هيبقوا بره مش هيبقوا يبقى ليها فاريبل كلمه فاريبل تعتمد على المسافه تعتمد على السايت الاماونت اوف سلايفا انكيوليتد اذا كان في دريسنج موجود والتهتك بتاع الجرح اذا كان حصل فيه لاسيريشن او لا ليه لانه قلت لك ده ما بيعملش فايريميا ذير از نو فايريميا بيركب على الافرن يوصل لغايه البرين طب وصل للبرين هيديني اكيوت انكيفالايتس ومش اكيوت اكيوت فيتال انكيفالايتس لم ينجو احد من الايه من ما دام ظهرت المانيفستيشن يبقى ده فيتال على طول تبص تلاقي المريض على طول ابتدى يحس بنمنس وهو ممكن يتعض النهارده وما تبانش المانيفستيشن الا بعد من 5 شهور الى 6 أو سنة 6 شهور او ايه سنه يديلك ما لو واحد طويل بقى لو واحد طويل ها لو واحد طويل غير ما يكون واحد قصير في الانيمال بتبان المانيفستيشن بعد 2 أسبوع لان الانيمال قريبه منه الكلب ولا القطه تعضوا في اي حته دايما بيعضوا بعض في الوش ولا حاجه من الوش او قريب من القطط او الكلاب مفهوم فالانكوبيشن بيريود تبقى طويله ولا قصيره تبقى قصيره في البني ادم حسب بقى طوله والفاريبلز اللي انا ايه قلتها دخل جوه في البرين يعمل لي اكيوت فيتال انكيفالايتس يبقى هنا الليجن بتاعه موجود فين في البرين يديني في البرين ايه يديني انكلوجن بوديز بيسموها نيجري بودي نيجري او نيجريس بودي وتبقى انترا ايه انترا سيتوبلازم انكلوجن بوديز ساعات تبقى انترا سيتوبلازم ساعات انترا نيوكلير لكن خلينا ايه عشان تبقى الكلام ماشي مع الار ان اي فايروس اسيدوفيليك ايه المانيفستيشن بقى اللي تبان عليه هيبان بقى اول حاجه هيدك سيفير هيدك لانه في انفلاميشن سيفير هيدك وما دام هيدك يبقى في ايه بليرنج اوف فيجن وبرسوناليتي تشينج تتغير البيهيفير بتاعه يتغير ويبقى في سباسم في المسل اوف ذا فيس زي فاكرين ايه في التيتانوس مش كده قلنا الكلام ده فيبقى عنده ايه بقى كونتراكشن اوف ذا مسل اوف سوالوينج فيحصل له حاجه اسمها ايه بقى اكسسيف سالايفيشن مش قادر يبلع فتبص تلاقي بقه كله مليان ايه سالايفيشن
ويجي له فوتوفوبيا يخاف من الضوء، ويجي له هيدروفوبيا لان الميه بتفكره بالبلع، مجرد انه يبلع كده يجي له سيفير بين وممكن ينقلب الى كونفالشن. فبيجي له فوتوفوبيا، هيدروفوبيا، اكسسيف اوسلايفيشن، مش لسبب الا لانه ايه مش قادر ايه مش قادر ايه يبلع، وتلاقيه ينزوي الى الحته. والبرسوناليتي بيهافير، انت لما تمشي وتلاقي قطه قاعده في حته مظلمه ومش عايزه تتحرك منها تخاف منها ليه؟ اما تشوفها اما تشوف الميه تلاقي القطه تجري تجري من الميه، تلاقيها تخاف من الميه لان عندها سباز، هي عندها طبعا المانيفستيشن بتبان فيهم ايه بسرعه. دي بس عشان تعرف الانيمالز. هناك في الخارج الدومستيك انيمال دي بيطعموه. فاحنا عرفنا المانيفستيشن انكيفالايتس، هيدك، نمنس سايد او الونج ذا نيرف، تبان بعد فاريبل برولونجد انكيوبيشن بيريد، قلت الاسباب بتاعتها مش كده، وبيبقى فيها فوتوفوبيا وهيدروفوبيا، وبعد كده كونفالشن وكوما وديث، يبقى النهايه بتاعتها الايه؟ الديث. وانس ان مفيش حد اخذ المرض ده ونجا منه، ما دام ظهر المانيفستيشن خلاص انتهينا. طب نعمل ايه بقى اللي بيجي لنا بقى عنده هيستوري؟ واحد جالك وانت في العياده بتاعتك وبيجوا هنا في المستشفى يقول لك والله الجمل عضني، انا ما اعرفش بقى الجمل ده فيه ايه، الكلب العضاني. كانوا زمان الفاكسين ده كنا بنديه 21 حقنه في مصر على فكره، لانه منتشر. اللي انتوا عندكم الكلاب هنا ما فيش الحمد لله، بس القطط ماليه. فكان يدي 21 حقنه لان ده المرض ده كانوا بيحضروا الفاكسين بتاعه، الفاكسين بتاعه بيحضروه في برين تيشو في انيمالز، فناخد احنا الحقن دي. وبيبقى خطير انك انت تديله الفاكسين ليه؟ لان البرين تيشو ساعات بتعمل، انا اعمل انتي بوديز اجينست ذا نيرفس تيشو او البرين تيشو، تراكت اجينست ذا فيروس وتراكت اجينست ذا ماي ايه، فتديني انكيفالايتس للشخص المفاكسن نفسه. فعلشان كده ما نديش الفاكسين غير لما نعرف الهيستوري كويس، ما نديش الايه، احنا بنستغل الفتره دي. ففي كذا احتمال. اول حاجه ما يجي لي المريض هاخد منه الهيستوري واروح متعامل مع الجرح في السيف سايد. اول ما اتعامل مع الجرح اغسله بايه؟ اعمل ووشنج باي سوب اند ووتر، واحط تنكشر ايودين والفر، وما خيطوش، لان وجدوا انه لو خيطت الجرح الستيتش او السيوتشر نفسها او الستيتشنج عمليه الغرز نفسها بتزود الايه؟ بتخلي لا بتخلي الفيروس يركب اكتر على البتاع ده، كانك بتجبره ان هو يركب عليه على النير، مفهوم يا شباب؟ فبتعمل لي تروماتيزيشن اكتر. فبعمل بقى ايه؟ ووشنج اوف ذا بايت او اوف ذا ووند باي سوب اند ووتر، وبعدين بقى بعقمه بايه؟ تنشر ايودين ومعايا الكحول. ستيتشنج بروهيبيتد از نوت الاود. واروح حاطط حوالين الجرح جاما جلوبلين اميونو جلوبلينز اجينست ريبس، عشان كاني بقى ايه؟ بحصره صح؟ عشان ما يطلعش بحصره، بحط ايه؟ اميونو دي باسيف اميونايزيشن. واروح سائل المريض هل الكلب ده او الكامل او البتاع ده افيلابل ولا نوت افيلابل؟ اذا كان افيلابل يبقى كويس، هاخد انا الكلب ده واحطه عندي واحبسه عندي واشوفه. اذا بانت الاعراض تبان في الكلب اسرع عاده خلال 10 ايام، لو بانت عليه الاعراض هبتدي الفاكسينيشن على طول. في المستشفى؟ لما ها؟ في المستشفى؟ على طول هو بيحطه بيحبسه، يبقى الكلب تبعه بيحبسه والدكاتره تشوفه على طول الكلب باستمرار. لو بانت عليه الاعراض خلاص ابدا الفاكسينيشن. دلوقتي الفاكسين طوروه فما بيهتموش بالعمليات دي. بدل ما بيعملوه دلوقتي في البرين تيشو اوف انيمال، كانوا بيعملوه في الرابت وخلافه، كان باستير اللي بيعمل العمليات دي. لا دلوقتي بيعملوه في هيومن دايبلويد سيلز، فما بنخافش من الانكيفالايتس. كل الفاكسينيشن اللي بناخدها بنخاف من حاجه اسمها انكيفالايتس، لان جايز في التيشو يكون في برين تيشو او يكون في تيشو كروس رياكتنج مع التيشو بتاعتنا، فيجي لنا ايه؟ انكيفالايتس، يسموها بوست فاكسينيال انكيفالايتس، مفهوم؟ وبدل ما كانوا بيدوا 21 حقنه دلوقتي بيدوا 5 حقن، كل اسبوع يديله ايه؟ حقنه من هيومن دايبلويد سيل فاكسين. هيومن دايبلويد فاكسين. عملوا ايه بقى بالفاكسين؟ الفاكسين ده لازم يكون كده. ده القصه دي عملها
في التاريخ ومذكوره في التاريخ في الكتب عاملها باستير. عمل ايه؟ جاب البرين بتاع الانيمال اللي هم عندهم الايه الريبس وراح طحنه وحطوا على طول في حاله اسمها بيتا بروبيو لاكتون او فينول. بيتا بروبيو لاكتون بروبيو لاكتون وده ماده قاتله عشان يطمئن انه الفيروس ايه مات. يطمئن انه الفيروس ايه مات ضعف ولدرجه انه ايه مات. فعمل كيلد فاكسين. كيلد فاكسين هو حقيقه الفيروس واحد لكن قدروا يعملوا موديفيكيشن لفيروس ثاني سموه فيكسد فيروس. الفيروس الحقيقي اسمه ستريت فيروس. ستريت فيروس اللي هو داركول الاصلي. وفي حاجه اسمها فيكسد فيروس. الراجل ده كان ذكي جاب الفيروس وقعد يضعف فيه. يضعف فيه ازاي؟ يعمل له اكوموديشن انه يحقنه على طول في البرين اوف ذا رابت مش عن طريق البريفرال، على طول مباشره على البرين. فالفيروس يفقد المقدره ان هو يركب على النير وياخد السكه دي. الاولاني ده اللي هو الستريت ده يبقى ناتشورالي هايلي باورفول بوتنت فيروس اللي هو الاصلي اللي هايلي باثوجينيك. وكان انديوز ذا ديزيز الانكفالايتس لو حقنته بريفرال او لو حقنته في المخ على طول. هو عمل ايه بقى؟ جابه وراح حقنه فين؟ في المخ في رابط مباشره. فما فيش انه يركب في النير. وبعد كده راح واخده من المخ وحقنه في مخ تاني. عمل كده كذا جيل. قوم الفيروس فقد المقدره على الايه؟ على انه ينتقل عن طريق البريفرال. لو جيت حقنته بعد كده في الانيمال بريفرال يقدر يركب على النيرف؟ ما يقدرش يركب على النيرف. وهو مش عارف على فكره الايجنت، وما كانش عارف لا فيروس ولا بتاع. هو بيقول في ايجنت بيعمل كذا. انا هضعفه، بس التفكير بتاعه مبني على علم. انا هضعفه. سمى الفيروس الضعيف ده سموه ايه؟ سماه فيكسد فيروس. فيكسد فيروس يعني ايبل تو انديوس انكيفالايتس اف انجكتد دايركتلي تو ذا ايه؟ ذا برين. وده راح واخده كمان وراح موته بالباباي بيتا بروبيو لاكتون. واخده بالبيتا بروبيو عشان يطمئن انه خلاص انتهى. فكانوا بيزرعوا زمان، يزرعوه على مثلا على داكس على اكس، والاكس طبعا فيها ايه؟ سيرم، مش كده ولا ايه؟ الاكس فيها سيرم. كان اما يجوا يزرعوه يبقى في اليمنت اوف ايه؟ اوف كونتامينيشن، فممكن تعمل لي انكفالايتس. دلوقتي بيزرعوه حتى عملوا ميديكال تكنولوجي، عملوه دلوقتي عن طريق الدي ان ايه تكنولوجي. بيدوا هيومن دايبلويد سيل فاكسين. يدي 5 انجكشن. ساعات بقى الانيمال يقول لك الانيمال مش موجود. يبقى على طول انديكيتد ان انا ادي ايه؟ الفاكسين، ما انا ما لحقتوش. في حاجات بقى حالات اما يجي لي المريض سواء الانيمال موجود او مش موجود على طول ايه؟ اديله الفاكسين. حالات اما تكون البايت على طول مباشره جنب الايه؟ جنب المخ في الفيس، لما تكون جايه في الفيس على طول ابتدي ادي الفاكسين. طيب في يبقى الفاكسين عباره عن ايه؟ كيلد بيتا بروبيولاكتون كيلد ان اكتيفيتد فاكسين. مفهوم؟ ودايما بنعمله على ايه؟ على هيومن سيلز. كان زمان ما كانش فيه التكنولوجيا دي فكنا بنخاف من الانفلونزا. طيب الكنترول. الكنترول اول حاجه ابعد عن الايه؟ الدوميستيك والوايلد انيمال. هذا حال. طب في الدوميستيك الخارج دايما بيربوا كلاب فيفاكسينوا الايه بالكلاب. هناك لازم ياخد شهاده اي واحد من عنده كلب ولا بتاع يديله ايه؟ فاكسين، نوع من الفاكسين ده بيبقى فيري ويك ويطمئنوا الكلب. ونديها هنا برضو للناس اللي هم عرضه للحاجات دي، اللي هم الفارمرز، اللي هم الهانترز اللي بيروحوا يصطادوا. ممكن ياخدها الفيترينيريان، الاطباء اللي بيتعاملوا مع الايه؟ مع الحيوانات دوميستيك انيمالز زي الكلاب والقطط والايه ودستركشن اوف ذا ستريت انيمالز او دوجز. ستريت اللي هي الكلاب الضاله. اقدر ايه؟ كان زمان معرفش هنا كان زمان في مصر تبص تلاقي صياد الكلاب يمشوا في الشوارع وايه ويقتلوا الكلاب. معرفش ده كان هنا موجود ها؟ ما كانش موجود الحاجات دي. لا عندنا احنا في مصر كانت ايه؟ تبص تلاقي فرق من الشرطه ماشيه اي كلب ضال على طول ايه؟ تقتله وتفضل البيزنس بتاعته عشان ايه؟ خايفين من الايه؟ العمليات. كده يبقى انا خلصت وكفايه علينا الكلمتين دول. الساعه